الجد لأنه لم يؤيد الميليشيات الإرهابية في سوريا. الإخوان والسلفيين كلهم في بقاع الأرض يعادون دين الله الإسلامي من أجل نصرة الدين الصهيوني والعمالة لأمريكا وإسرائيل. ورأينا ذلك الكائن الذي هبط علينا من السجن المدعو مرسي العيار لم يحرك ساكنا من أجل اقتحام مكتب الإمام الأزهر. وحتى لا يقول قائل أننا ندافع عن شخص شيخ الأزهر، نحن ندافع عن الأزهر وعقيدته، وندافع عن الإمام الأكبر أيا كان اسمه، ندافع عن حرمة المنصب ومهابته. أما إن كنا في معرض الدفاع عن الدكتور أحمد الطيب فأنا أقول له يا شيخ الأزهر اتق الله وتب إلى ربك، أنت من استقبلت الإخوان والسلفيين وقمت بتنشيز مشيخة الأزهر.
تعاملات الف 700